سلام الأميرة دليلة، بس عليكم كدرتم مع الصحيحة؟ كدرتم مع هاد العواشر والتوجات والجريف؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والله يدخل عليكم هاد العواشر هادي بصحيحة وبسلامة، وباش كتمناو نتوما وليداتكم، واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجة الله يوصلوا ليها. البنات اليوم غادي نصايب معاكم لسان الطير، كيجي كيعجبني انا من المعسله ديال رمضان، من غير الشباكيه والبريوات كيعجبني لسان الطير، كيجي يعني مكرمل، كيجي زوين وكيعجبني خفيف. غادي نصايبو معاكم. غادي نبدا باول حاجه هي العسل، ما كنشريش العسل كنصايبو لراسي. اول حاجه غنبدا هو بالعسل بطريقه سهله، غير تبعوا معايا الطريقه والمقادير وغينجح معاكم. دابا البنات غادي ندوز باش نصايب العسل. عندي هنا قلب ديال السكر، قلب ديال السكر انا حطيته في الكوكوط. عندي هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الحبوب اتاي، وعندي واحد جوج عويدات ديال القرفه، وهنا كيف ما كتشوفوا الحامض، عندي تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الحامض، وحامضه صغيره قطعتها في النص. وهاد الزويفه البنات زي في حياتي، هاد الكميميسه فيها فاش غادي ندير القرنفل، درت عويدات ديال القرنفل، ها هما الحفينه صغيره. وغادي ندير واحد شويه ديال الحبوباتي، كيعطي الريحه داك الطيبه ديالو، كيعطي حتى اللون. صافي، وغادي ندير صافي. دابا غادي ندوز باش غادي نربطو نجمعهم. صافي البنات، ها هي صايبتها، هي الكميميسه ديالي، غادي نديرها حتى هي مع العسل. غادي ناخذ واحد جوج عبيدات ديال القرفه، راهم نقينا البنات، ملي كنجيب القرفه كنمسحها، كنحاول نمسحها بشي طريف ديال الثوب يكون فازك، وكنحطها تشمش، يعني كناخذو من قيقين. صافي، غادي ندير هاد جوج طرونشات ديال الحامض، وغادي نضيف هاد الحامض اللي عصرنا. صافي، وغادي نخويوها البنات. المطايب درت هنايا 5 ديال المعالق، عفوا 5 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الماء، يكون غليان مزيان، ونخويوها على هذا السكر هذا باش كيذوب. صافي البنات، دابا غادي نخليوه غير بما غيذوب لنا هذا القالب هكا، يهبط لنا يتساوى لتحت، وعاد نسدو على الكوكوط. غادي نسدو عليها البنات من بعد ما تصفر الكوكوط، غادي نحسبوا لها بالضبط نص ساعه، النار تكون ناقصه بزاف، نحسبوا لها نص ساعه بالضبط ونحلو عليها. كيف ما كتشوفوا البنات، صافي راني حليت الكوكوط. هانتوما البنات باش تعرفوا راه واجد ولا لا، غير منين تهزوا ديروا شي معلقه ديال العود. شوفوا مني غنهزها، شوفوا كيعطي الخيط، يعني كيعطي داك الخويط. صافي، يعني ملي كيعطي هكا الخيط عرفوا راه واجد البنات. دابا راه كينقط هكا، ولكن ملي كيبرد كيولي خاتر. اللي بغاتو خاتر يعني عاقد بزاف، تعطيه شويه ديال الطياب. انا بغيتو غير هكا خفيف. دابا غنخليه يبات، والصباح ان شاء الله عاد غنحضر معكم لسان الطير. يعني طفيت البوطه البنات، واحد المعلومه نفيدكم بها البنات، ما تغطوش الكوكوط، يعني ديروا لها غير هاد الغطايه هكا ديالها كيف ما كتشوفوا، يعني غطيوها، ولكن ما تغطيوهاش كامله، خليو هاد الفجيوه هادي باش كتنفس، هذا باش كيتنفس داك الهواء اللي لداخل في العسل، باش ما كيديرلكمش دوك النقيطات نتاع الماء اللي كيكونوا الفوق، دوك النقيطات الماء، فملي كتحلوا الكوكوط كيهبطوا دوك القطيرات كيخسروا لكم العسل، بحال كيتحجر، يعني تبات هكذا الكوكوط مفلجه هكا كدور فيها الهواء. هذه معلومه قالتها لي الوالده ديالي، حيت دائما تتصايب العسل لراسها. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا ما كملش كيلو، قولي كيلو الا ربع ديال الدقيق. عندي هنا بيضه وحده كامله، وعندي هنايا خنيشه ديال خماره ديال الحلوه. عندي هنا جوج ديال المعالق كبار، كاينه معلقه ديال النافع مطحون، ومعلقه ديال حبه حلاوه مطحونه، يعني هادو جوج راه فيهم حبه حلاوه وفيهم النافع، معلقه مطحونين. عندي الملحه، معلقه كبيره ديال القرفه، عفوا معلقه صغيره ديال القرفه. وعندي هنايا الزبده، 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده. وهنايا عندي الزيت، عندي كاس ما عامرش ديال الزيت، بحال نقولوا كاس لارب ديال الزيت. هذه هي المقادير اللي عندي. دابا غادي ندوز باش نخلط. غادي نعجن كلشي في العجانه البنات، غادي نحط البنات الطحين.
اللي بغات البنات تستعملو هذا دير غير القصعه وتبدا تعجن راه حتى هي مزيانه. اي كي ملي كي ما كيكونش عندي الوقت راني كنبيا البنات هنايا غادي ندير هذا النافع وحبه حلاوه ثم غنصفيهم حيت دوك الحبيبات الا ما طحنوش مزيان كي ملي كنطلقوا العجينه كتبدا كتقطع ضروري اننا نغربلوهم. غادي ندير الملحه ملحه تقريبا غادي ندير واحد الراس ديال المعلقه غادي ندير القرفه معلقه صغيره مع مرش خميره صافي. دابا غادي ندوزو غادي ندير بيضه الزبيده البنات اللي ذوبت ديرو ضروري الزبده حيت كتعطي داك الطيبه ديالها كتكمل الزيت الزيت كيرد داك السنتير كيجي هشيش الزبده كتعطي المذاق ديك البنه ديالها. وهنا البنات عندي الزيت غادي نحطو صافي. هاد المقادير كامله غادي نديرها باش تطحن. هنا البنات راني نسيت ما قلت لكمش الخل راني حطيتو حدايا ونسيتو راكم عارفين البنات الزهايمر فينا ضروري كنساو شي حاجه وحطاه والله العظيم حدايا صافي. دابا البنات كما كتشوفوا راه كلشي تخلط دابا غنبقى نخوي الماء شويه بشويه وانا كنخلط. كما كتشوفوا البنات هانتي العجينه راها طريه يعني ما تكونش رطبه بزاف وما تكونش قاصحه يعني تكون طريه في نفس الوقت شاده في راسها ما تكونش راخيه راسها بزاف صافي. دابا غندوزو باش نطلقوها البنات صافي. العجينه ديالي غادي نبدا نقطعها نحاولوا نقطعوها واحد تقريبا البنات هكا قد الشده ديال اليد كيف ما كتشوفوا قد الشده ديال اليد داكشي اللي عطاتنا العجينه غادي نحطوه. انا راه ما كنعبر غرامات ما كندير عيني ميزاني وصافي كندير داكشي ديال والدينا عيني ميزاني وصافي. العجينه خليها شي شويه ترتاح واحد القصيم ولا قسمين ديال المكانه انا ما عنديش الوقت. عطاونا البنات هاد الكواويرات هادو غادي نغطيهم بواحد الزبيب صافي. وغادي نبدا نطلق ما غنتسناهم لا تقفوا لا والو كما قلت لكم ما عنديش الوقت. حاولوا البنات تعطيو شويه ديال الطحين تكثروا لهم بسم الله. شوف البنات يعني يدك تتبان كتكون رقيقه صافي. هكا دابا غنحتفظ بها فواحد الصينيه وغادي نجبد الثانيه ونطلقها حتى هي باش ما تبقاش ديرهم جين الورقه مع ما كاملاش. درت شويه ديال الطحين مع الماء وسقتها من الجنب باش كتجي ورقه وحده صافي. ودابا انا شعلت صافي. غادي نجي دابا غادي نحط داك المسمنات ديالي هنايا غادي نحاولوا ناخذوا غير هانتوما البنات خديت واحد اربعه ديال الوحدات اربعه ديال الوحدات بالضبط هما اللي غادي نحطو هنا ها هما اربعه البنات صافي. غنخليوهم غير بحال تبقى الظل نحسبيهم سخنه نقلبوهم على هاد الوجه عاوتاني سخنو نقلبوهم على هاد الوجه يعني نبداو نقلبوهم تنحسو بهم شدو راسهم. هانتوما البنات ملي تبغيو تدورو حاولوا تدورو غير بالكاغيط ما تحتاجوش انهم تهزوها وتدورو يعني غير بالكاغيط كتشدو دوك الحويشات وتدورو هكا باش كتحمر من جميع الجوانب غير كتشد راسها شويه ماشي كتحمر غير كتشد راسها باش نحيدو التحتانيه وحنا غاديين. هانتي راها بدات البنات راها طابت شويه شدت راسها غنحاول نقلبها يعني نحاول نخليها غير تشد راسها شويه يعني تبقى كيف ما كتشوفوا تبقى بيضه غير تشد راسها واحد الشويه صافي نحطوها. هانتي راه كل وحده كتعزل على بلاصتها
هذه تاع البنات الطياب كيف ما كتشوفوا خصهم يبقاو خضر هانتوما. هاد الظهر ديالها دابا غادي نبدا شويه ديال الطحين مع الماء صافي. دابا غادي نبدا نوي نبيهم غير نويات بحال نبرموهم يتبرموا. صافي هكذا ملي كنوصلو لخر ضروره البنات شويه ديال الماء مع الطحين كيف ما كتشوفوا البنات هكا صافي. وغتحطوهم على هاد البلاصه اللي منقيه غتحطوهم على ديك البلاصه باش ما تحلش. واحد الثانيه حطوهم على ديك البلاصه. هانتوما البنات هالكميه اللي عطاتني يعني بلاطو. دابا قلت لكم حطيتهم على الجهه ديال المناقيه حطيتهم. دابا غادي نغلفهم بالسلوفان مزيان وغادي نخليهم ربما يباتوا ليله كامله يعني غير في الكوزينه تخليوهم ليله كامله حتى الغد ليه. انا دابا درتهم الصباح غنخليهم حتى العشيه ان شاء الله عاد نبدا نقطعهم ونقليهم. البنات هنا راني بديت كنقطع. اما تقطعوا بالمقص كيف ما كتشوفوا كتقطعوا بالمقص. حاولوا ديروا التقطيعه ديال الفقاص بحال دابا هكا التقطيعه ديال الفقاص كيجي ساهل. اولا ديروا بالموس يكون شي موس يكون عندكم ماضي وحاولوا تقطعوا به ديروهم يكونوا كبار شويه. صافي البنات راني قطعت كلشي زعما كيجيو زوينين كيجيو على هذا الشكل هذا مرقين من الداخل كيف ما كتشوفوا. ندوزو دابا باش نقليوهم. شوفوا البنات العسل ديال البارح اللي وجدنا شوفوا ما شاء الله شحال زوين يعني عسل عسل يعني ما كاينش الفرق. هاد الصريره هادي غادي نحيدها ودوك الحامضات ودوك القرفه غادي نحيدهم ديك الساعه. شوفوا معايا ملي كديري به البريوات دي شوفوا اللوينه البنات يعني بحال العسل الحقيقيه بالضبط يعني قلب واحد ديال السكر يعني كيعطيك هاد الكميه فتبارك الله. اما الا كانت عندكم كميه كثيره ديروا جوج قوالب راه مزيان. دابا غنحيد هذاك الصريره وداك الشيء وندوز باش نقلي. شوفوا البنات قرب شويه هنا فهمتي شوف يعني تبارك الله يعني حسن ناجح 100%. شفت البنات واحد الكسكاس فاش غادي نصفي هذا السنتر ها هو حدايا. وهنا راني بديت كنقلي حطيت كلشي عمرت المقله ديالي بديت غادي نقلي حدايا. خلاص العسل ها هو كيف ما كتشوفوا غير العسل خصو يكون بارد. حاولوا البنات خليهم غير دوغي هكذا حيت العسل غيكمل لهم اللون يعني ما تخليهمش يتحمروا بزاف غير هكذا بارك عليهم. حاولوا تاخذوا البنات هاد الصفايات عرفتي راه الرحمه كيهزولك نص الكميه بلا عناء بلا والو. خدي تجويجات وحده دائما كنحط العسل وحده كنخليها للقلي في الزيت. ها انت البنات جوج مرات ها الكوكوط ديالي صافي خلات زوينين. هادو راه الثمن ديالهم رخيص كيتباعوا عند صحاب 260 راهم موجودين. البنات انا صافي راني ساليت القليان راني درتهم في العسل. دابا ديك العسيله اللي بقات لي صفيتها غنعاود نخويها عليهم ونخبيها على كل شيء. اش كتجي معسله كتجي مزيانه. كنتمنى هاد السانطير تجربوه يعجبكم صراحه كيطلع زويون ويعني ومقرمش يعني زوين 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 بزاف.
انا ما كنديرلوش البنات الزنجلان وما كنديرلوش اللوز، كنبغي نخليه هكا باش كنحافظ على هذوك الدويورات اللي كيكونوا في وسط منه، فكيكونوا كيعطيوه جماليه. كنغيروا شويه على الشكيلات الاخرين، كلشي فيهم الزنجلان واللوز. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليقات، وكنتمنى اللي جربته يصدق لها ويعجبها. وعواشركم بركه مسعوده.